ولما كان في أورشليم في عيد الفصح آمن كثيرون باسمه إذ رأوا الآيات التي صنع. لكن يسوع لم يأتمنهم على نفسه لأنه كان يعرف الجميع، ولأنه لم يكن محتاجاً أن يشهد أحد عن الإنسان لأنه علم ما كان في الإنسان. كان إنسان من الفريسيين اسمه نيكوديموس رئيس لليهود. هذا جاء إلى يسوع ليلاً. يا معلم، نحن نعلم أنك قد أتيت من الله معلماً، فلا أحد يقدر أن يعمل ما تعمل إن لم يكن الله معه. الحق أقول لك، لا أحد يرى ملكوت الله إن لم يولد ثانية. كيف يمكن للشيخ أن يولد ثانية؟ أيقدر أن يدخل بطن أمه ويولد ثانية؟ الحق أقول لك، من لا يولد من الماء والروح لا يقدر أن يدخل ملكوت الله. المولود من الجسد جسد هو، والمولود من الروح هو روح. لا تتعجب إني قلت لك ينبغي أن تولد ثانية. الريح تهب حيث تشاء وتسمع صوتها، لكن لا تعلم من أين تأتي ولا أين تذهب. هكذا كل من ولد من الروح. كيف يكون ذلك؟ أنت معلم إسرائيل، ولست تعلم هذا؟ الحق أقول لك، نحن نتكلم بما نعلم ونشهد بما رأينا، ولستم تقبلون شهادتنا. لا تؤمنون إن قلت لكم الأرضيات. فكيف تؤمنون إن قلت لكم السماويات؟ وليس أحد صاعد إلى السماء إلا ابن الإنسان الذي نزل من السماء. وكما رفع موسى الحية في البرية، هكذا ينبغي أن يرفع ابن الإنسان، بحيث أن كل من يؤمن به ينال الحياة الأبدية. لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد، لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. لأنه لم يرسل الله ابنه إلى العالم ليدين العالم بل ليخلص به العالم. الذي يؤمن به لا يدان، والذي لا يؤمن قد دين، لأنه لم يؤمن باسم ابن الله الوحيد. وهذه هي الدينونة، إن النور قد جاء إلى العالم، وأحب الناس الظلمة أكثر من النور لأن أعمالهم كانت شريرة. لأن كل من يعمل السيئات يبغض النور ولا يأتي إلى النور لئلا توبخ أعماله، وأما من يفعل الحق فيقبل إلى النور لكي تظهر أعماله أنها بالله معمولة. وكما رفع موسى الحية في البرية، هكذا ينبغي أن يرفع ابن الإنسان، لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد، لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. لأنه لم يرسل الله ابنه إلى العالم ليدين العالم بل ليخلص به العالم. أخي الحبيب، إن يسوع وقبل أن يسلم للموت ويصلب كان يعلم أن ساعته آتية، لأنه هو من عينها بنفسه منذ بداءة الأيام بمقتضى مشيئته ومشيئة الآب السماوي. هذا اليوم عينه لخلاصنا لأنه أحبنا وشاء أن يبذل نفسه للموت كفارة عن خطايانا التي اقترفناها نحن بأنفسنا.
فإن كنت تسأل نفسك ما العمل وكيف أستفيد من موت المسيح، فكل ما عليك أن تفعله هو أن تنظر للمسيح وتؤمن بموته على الصليب ليدفع فدية خطاياك، وأن تؤمن أنه قام في اليوم الثالث ليمنحك الحياة. فلقد وعدك المسيح بأنك إن أمنت بهذا فإنك حينها ستصبح ابنا لله وستحيا الحياة الأبدية في محضره. هذه أيضا كلمات الرب يسوع المسيح: إن لم تولد من فوق فلن تقدر أن ترى ملكوت الله. إن الرب هنا لا يتكلم عن ولادة جسدية بل عن الولادة الروحية. فكما أن الإنسان لا يستطيع أن يأتي إلى هذا العالم ما لم يولد ولادة جسدية، فكذلك أيضا لا يستطيع الإنسان أن يصعد إلى السماوات وإلى العالم الروحي وأن يصير فردا من عائلة الله إن لم يولد بالروح. الإنسان يولد مرة واحدة بالجسد ويحيا إلى نهاية أيامه بالجسد، وبعدما يسلم نفسه يموت. أما من يولد من الروح فلا يموت إلى الأبد، بل يسكن في ديار الرب إلى منتهى الأيام. وكما أن الولادة بالجسد تحدث في لحظات سريعة، هكذا أيضا هي الولادة بالروح، فهي تحدث في لحظة، أي في اللحظة التي تسلم بها حياتك للرب يسوع، حين تقول له: إلهي يسوع المسيح، خلصني من خطاياي الكثيرة واغفر لي كل عمل رديء صنعته يداي أو تفكر به قلبي، امحو عني أثامي واعطني أن أولد من جديد من روحك القدوس، حينها أصير إنسانا جديدا، إنسانا مولودا مرة ثانية. آمين.